السلام عليكم. في يوم من ايام الجامعه، ايام جميله طبعا مش تتعوض، لا هي ولا ايام المدرسه، كنت قاعد بذاكر، كنا بالليل وطبعا الراديو جنبي، وكان يوميها في سهره في اذاعه الشرق الاوسط عشان ذكرى عبد الحليم. المهم كانت يعني كانوا عاملين في البرنامج ان الناس تتصل بالاذاعه وتقول على حاجة أو تقول على مواقف حصلت لهم. المواقف دي يعني لها علاقة بأغاني من أغاني عبد الحليم حافظ. المهم كنت قاعد وكنت بتابع البرنامج، وبما إن طبعا كنت الراديو ده كان صاحبي، يعني أنا مش بعمل أي حاجة غير وأنا مشغل الراديو جنبي يعني. فالمهم جبت التليفون وطبعا قعدت لي بتاع ربع ساعة كده ولا حاجة، على ما التليفون طبعا كان مشغول بتاع الشرق الأوسط، على ما ردوا عليا. ورد عليا المذيع، كنت افتكره كان طه الحجيري ساعتها، وبدات احكي له على حكايه كده، كانت حكايه دراميه شويه حصلت لي في الجامعه. المهم بدات احكي للراجل واتكلم معاه اكيد مفيش حد خالص الا انا وهو، وحكيت له بقى كل التفاصيل واللي حصل واللي كان واللي جرى وبس. وجي الراجل في الاخر شغال لي تقريبا كانت مغرور، اغنيه مغرور بتاع عبد الحليم. الراديو زمان كان صاحبنا، يعني كنا بنبدأ اليومنا بصلاة الفجر. الراديو ده كان هو الساعة بتاعتنا، بنصحى من النوم على الراديو، بنصلي الفجر على قرآن الراديو، على الأذان اللي في الراديو، بنرجع نسمع، كان برنامج زمان اسمه دعاء الكروان لو حد يفتكره، وبعد كده نجهز ننزل المدرسة أو الجامعة على الساعة 7 مع النشرة وفقرة المراسلين، وبعد كده لو متأخر شوية عندك محاضرة متأخر تسمع فؤاد المهندس كلمتين وبس، وبعدين لو انت بقى قاعد خالص في البيت بقى تدخل بقى في ربات البيوت والأبلة فضيلة والكلام ده. كنت افتكر ان احنا كان عندنا في الجامعة كده، مش عارف سنة تانية او تالتة، كان كورس ليه علاقة بالإذاعة والتسجيلات. كانت فكرة الكورس قايمة على ايه؟ ان احنا المفروض في تمثيلية كده كانت بتيجي زمان في الراديو، مش عارف تفتكروها ولا لا، كان اسمها اغرب القضايا، كانت بتيجي بالليل على اذاعة البرنامج العام، وكنا احنا المفروض بنقعد نسمع التمثيلية وبناخد نوتس كده واحنا بنسمعها، وبنيجي نعمل زي ريفيو كده عن اللي حصل في التمثيلية في اليوم ده. هي كانت مش تمثيلية، هي كانت بتيجي ايه يعني زي تمثيلية حلقة واحدة يعني، وكنا نروح نتناقش في المحاضرة الأسبوع اللي بعدها وإزاي ممكن نغير في أحداث التمثيلية ونغير في النهاية وإيه اللي حصل. بصراحة كان الجو ممتع جدا. الراديو على فكرة على قد ما هو جهاز بسيط يعني قائم على بس الصوت وبعض المؤثرات الصوتية، إلا إنه ممتع جدا. ممتع في إيه الراديو؟ بيديك فرصة إنك تتخيل، في حكاية بتتحكي في الراديو، في بروجرام بيحصل، في حد بيتكلم، في برنامج تمثيلية whatever. انت الراديو بيديك فرصة انك تتخيل وتروح بخيالك في لأبعد مدى، يعني مش بيقيدك بس ان انت قاعد بتتفرج وبس. المشكلة دلوقتي يا جماعة لما بقى عندنا الانترنت واليوتيوب والتلفزيونات بكل التشانلز اللي فيها اللي ملهاش عدد، دي كل حاجة بقت موجودة في كل حاجة، ومفيش فرصة انك تتخيل، مفيش فرصة انك تفكر. فانت بتتفرج يا اما عشان تضحك يا اما عشان تتريق، لكن مفيش فرصة. الميديا اللي موجودة دلوقتي مش بتديك فرصة انك تروح بخيالك زي ما انت عايز، هي مديك كل حاجة. ده كمان بيتهيألي أثر علينا احنا، ان احنا وعلى الأجيال الموجودة دلوقتي الناس مبقتش تسمع، الناس بدأت تتكلم أو بقت تتكلم أكتر ما بتسمع، ولما بتسمع بتسمع عشان ترد مش عشان تفهم. عايزين نرجع تاني نتعلم ونعلم أولادنا إزاي نسمع عشان نفهم، ما نسمعش عشان نرد. نسيت أقول لكم إن تاني يوم في الكلية تقريبا أصحابي كلهم كانوا بيسمعوا مغروب. السلام عليكم.